ما يخص تذاكر المونديال، احنا تحقيق داخل الدواليب نتاع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في الهيئات القضائية كما التزمت بذلك. ثم تتعرفوا التشعبات نتاعو، ان هذه الدوائر هي اكثر اتساعا مما كنا نعتقد، والنتائج نتاعو اللي ما نرجعش للتفاصيل. كاين بعض الاشخاص استعملوا هاد او انتهزوا هذه الفرصه ومارسوا نشاطهم اللي مولفين تيمارسوه، واللي هو الاسترزاق والاسبري دورونت. توصلت بتقرير كله يجمع على انه كانت مجموعه من الاختلالات، وحددت الدوائر التي كانت فيها الاختلال. يخص تذاكر المونديال، تذاكر المونديال قلنا جميعا بان كان واحد المجهود استثنائي باش توضع التذاكر رهن اشاره الجماهير المغربيه التي بطبيعه الحال قامت بمجهود جبار لمسانده الفريق الوطني، وتنقلت من مختلف ربوع بقاع العالم ماشي غير من المغرب باش تساند الفريق الوطني، وهذا حق طبيعي. اكيد ان ما نرجعش للتفاصيل تاع البيع التذاكر المونديال اللي عندها واحد المسطره معينه، توقعات تاع الجمهور المغربي كيف كانت توقعات الرياضيه بشكل عام، ان الفريق الوطني ما غاديش يخطك المسار الناجح والوصول نتاعو لدور النصف النهائي. تقامت مجهودات استثنائية في عين المكان باش تعطى أكبر عدد من التذاكر للجمهور المغربي، وفي بعض المباريات تجاوزت 15 و16 ألف تذكرة اللي ما نرجعش للتفاصيل. كاين بعض الأشخاص استعملوا هاد أو انتهزوا هذه الفرصة ومارسوا نشاطهم اللي مولفين تيمارسوه، واللي هو الاسترزاق والاسبري دورونت، يعني اي حاجة الاستفادة من كل الظروف حتى الظروف اللي تتكون صعبة وفيها الازمة. فتنحنا تحقيق داخل الدواليب نتاع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في الهيئات القضائية كما التزمت بذلك، وتوصلت بتقرير كله يجمع على انه كانت مجموعه من الاختلالات، وحددت الدوائر التي كانت فيها الاختلالات. فتح بموازاه مع ذلك فتح تحقيق قضائي ما زال مستمرا، وانتم تتعرفوا التشعبات نتاعو، ان هذه الدوائر هي اكثر اتساعا مما كنا نعتقد، والنتائج نتاعو غادي توصل في المراحل القليلة المقبلة. والإجراءات اللي كنا علنا عليها هي التي ستتم بكل وضوح وبكل شفافية. نهاية المسار نتاع النشاط الرياضي لكل من سول تلفه نفسه أن يتدخل بشكل أو آخر في هذه العمليات التي لا تموت الأخلاق الرياضية بصلة ولا للوطنية بصلة، وبطبيعة الحال ستكون هناك مجموعة من المتابعات القضائية سنعلن عنها وعن لائحتها بكل وضوح.